السلام على رسول الله. حقيقة هذه الأيام احنا مشفقين جدا من أولادنا الطلبة والمنهج الجديد. سؤالي متى يخرج الإنسان عن الحال؟ عن الحال؟ نعم. المنهج الجديد ده وضعه القراي وده زول جمهوري طبعا وبيقول كلام خطير جدا. أبو لهب ذاته ما حصل كلامه اللي بيقوله ده. أبو لهب ذاته ربنا قال عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ده ذاته الضلال بتاعه ما زي ضلال القراي ده أبدا يا أخي. ده واضع منهج دراسي للناس المدارس وجايب صورة بتاعت واحد مايكل أنجلو ولا شنو، صورتين قالوا دي صورة الله ودي صورة آدم عليه السلام. هذا ده زول أعوذ بالله منه يا أخي، نسأل الله ينتقم منه عاجلا غير آجل. ومن هنا الناس يدعوا عليه يا جماعة، هو ما حاكم أصلا، هو مدير بتاع منهج موظف يعني، فادعوا عليه ربنا سبحانه وتعالى يدمره، لأنه أصلا ده جا البلد دي هدفه أنه يدمر الإسلام ويدمر القرآن. الناس الرسلوا من برا مفرغينه للشغلة دي، فمدينه هدف انه يدمر الاسلام ويدمر القرآن. فادعو عليه انه بلسانه قال ما ممكن ادرس اشوف صورة الزلزلة. قال لانه الزلزلة دي فيها كسير وفيها زلازل، بيستهتر ويستخف بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما السؤال الثاني موضوع الخروج على الحاكم، تخرج على الحاكم ده ما حاكم، على الحاكم إذا كان كافر كفر شنو بواح عندكم فيه من الله برهان، الحاكم ذاته يعني. بعد ذاك ما بتخرج إلا إذا كان عندك قوة وسلاح وعتاد يكون أقوى من الحاكم ياتو الكافر. بعد ما يكفر كفري بواح عندكم فيه من الله برهان. بعد ذاك ثلاثة يكون عندك حاكم صالح تقدر تنصه عشان ما يفوت واحد، يجي واحد أكعب منه كمان كان أخير يكون ذاك. فده ده كده الحاصل. ناس ما زي سوريا، ما زي اليمن، ما زي غيره. الآن بلدهم كلها شنو يا جماعة اتدمرت بخروجهم ده الخاطئ، البلد كلها اتدمرت. فالإنسان كمان إذا لقى فيه مفسدة ومفسدة أكبر منها ومفسدة أقل، مفسدتين، واحدة أقل واحدة أكبر، يعني زي مصيبتين، مصيبة كبيرة ومصيبة شنو صغيرة، ولا بد يعمل مصيبة واحدة فيه، ما يعمل ياتا يعمل الصغيرة. فعشان كده أمرنا بالصبر على ظلم الحكام وجبروت الحكام. تصبر إلا أن ترى كفرا بواحا ويكون عندك قوة بعد ذلك.